كان لي عم ليس له زوجة ولا أولاد ويملك قطعة أرض زراعية، وكنت أنا الذي أعوله وأقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر، وأعامله معاملة والدي، ووالدي متوفى وله أخ آخر. أردت أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث أنه عاجز عن العمل، وأردت أيضا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض الذي هو أخوه، فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك، وأشهدت 3 شهود على عقد البيع، ثم أخذت المبلغ منه تلفا وتوفي بعده، فقمت بتكاليف الوفاة، ومن ثم اشتريت له بقرة كأضحية له. هل هذه البقرة التي ذبحتها أضحية له تعتبر من ثمن الأرض لأن له وريثا آخر هو أخوه؟ وهل المبلغ المتبقي لي حق به أم كله لعمي، أم ليس لنا جميعا حق به، وماذا أفعل به في هذه الحالة؟ أما مسألة شرائك الأرض من عمك، إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة الأرض لك فهذا بيع باطل. إذا كان يقصد به الإلجأ أو التلجئة، إذا كان يقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك، هذا بيع باطل، والأرض تكون تركة للميت لورثته. وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته، إن كان عمك أوصى بذلك فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية. إذا كانت في وقت الأضحية تعتبر أضحية وصية وقد نفلتها. أما إذا لم يكن عمك أوصى بها فإنها تكون من مالك أنت، لا من مالي وتركة عمك، أنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله، لأنه أصبح حقا للورثة. أما قضية الإرث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا، إذا كان عما شقيقا للميت أو إذا كان أخا شقيقا للميت أو أخا لأب، فإنه لا علاقة لك بالميراث لأنك محجوب بعمك. أما إن كان عما من الأم، يعني يكون أخا لأبيك من أمه، فإنه لا شيء. فإذا كان أخا لأبيك من أمه فإنه لا شيء له. أخا لعمه إذا كان هو عم السائل. نعم، هو عم السائل. إذا كان عما له من الأم، يعني أخا لأبيه من الأم، نعم، فليس له شيء، والميراث يكون للسائل. نعم. ولمن مثلا معه من الآخر إذا كان هناك ورثة آخرون. المهم أن الميراث يكون لأخ الميت الشقيق أو لأبيه، وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق أو أخيه لأب، أي شيء لابن أخيه. نعم. إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض، هل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض؟ لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه. هذا كما ذكرنا، إذا كان هذه الأضحية بوصية من العم فهي تعتبر مستثناة. نعم. لأن العم له أن يوصي بالثلث فأقل، إذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت، نعم، يعتبر هذه وصية نافذة لأنها تعتبر من الثلث، يعني لا تنقص عنه شيئا من قيمة الأرض. نعم، لا تصرفها من قيمة الأرض. نعم، إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه. نعم، لأنها تعتبر من الثلث. نعم. أما إذا لم يكن أوصى بها فإنها تكون تبرعا من الذي ذبحها، ولا شيء ولا يستحق شيئا من مال مقابلة.